السلام عليكم، أرحب بكم في أول تمرين من سلسلة تمارين درس الاشتقاق وتطبيقاته. إذا في هذه السلسلة غادي نحاول نشوف مجموعة من التمارين التطبيقية والتوليفية. إذا غنبدأ بالتمرين رقم واحد. التمرين رقم واحد يقول نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي f x كتساوي 5x كاري. باستعمال التعريف أدرس اشتقاق الدالة f عند x 0 كتساوي لنا 1. اذا غنحاولوا نديروا دراسه الاشتقاق ديال الداله في عدد باستعمال التعريف. دونك التعريف شنو تيقول؟ دونك قابليه الاشتقاق اف اكس 0، اذا ملي كنبغيو ندرسوا هاد قابليه الاشتقاق فحنا كنحسبوا النهايه ليميت ديال اف لي اكس ناقص اف لي اكس 0 على اكس ناقص اكس 0 في اكس 0. اذا عندي جوج ديال الامكانيات، اما غنلقى لانفيني، وفي هذه الحاله تكون الداله اف غير قابله الاشتقاق، او نغلق عدد كينتمي لR. فهاد الحالة نكون بان f قابلة للاشتقاق في x0. هاد العدد اللي لقيت كنسميه العدد المشتق f بريم ديال x0. اذا دابا غادي نحسبو هاد التعبير هذا. اذا ليميت ديال اف لي اكس ناقص اف لي اكس 0 على اكس ناقص اكس 0. حنا عندنا اف لي اكس كتساوي 5 اكس كاري، والشقاق و اكس 0 كيساوي لنا 1. اذا اف ديال 1 5 في 1 او كاري هي 5. اذا غادي نعوض، اذا هذه غتكون 1 هنا 1. اذا غادي نعوضو غنلقى ليميت ديال 5 اكس كاري ناقص 5 على اكس ناقص 1. اذا دائما النهايه في 1. عند التعويض فحنا كنلقاو شكل غير محدد. الى عوضنا بالواحد غنلقى 5 في 1 هي 5، 5 ناقص 5 0، 0 على واحد ناقص واحد أي صفر. إذا غنلقى شكل غير محدد، إذا خصني نحيد الشكل غير المحدد. إذا الأشكال غير المحددة إلا لقينا صفر على صفر، أو لانفيني على لانفيني، أو بلوس انفيني موال لانفيني، أو لانفيني في زيرو. هذه هي أربعة الأشكال غير محددة. إذا لقيتها بطبيعة الحال كتكون النهاية، ميمكنلكش تحسب النهاية بشكل مباشر، خصك تحاول دير شي تقنية باش تحيد الشكل غير محدد. هنا غادي نحاول نعمل بخمسة إكس كاري ناقص واحد على إكس كاري ناقص واحد. إكس كاري ناقص واحد متطابقة هامة، إذا غادي نعمل إذا مستقبل هامة على شكل إكس كاري ناقص واحد أو كاري. إذا هي إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد. إذا نختزل بإكس ناقص واحد البسطو في المقام، تيبقى لنا ليميت ديال 5 عامل اكس زائد 1. اذا عند التعويض عندنا 5 في 1 زائد 1 اي 5 في 2 اللي هي 10. اذا لقينا بان ليميت ديال اف لي اكس ناقص اف ديال 1 على اكس ناقص 1 اكس يؤول الى 1 كتساوي 10. وهاد 10 هي اف بريم ديال 1، اذا هي العدد المشتق. اذا النتيجه اف قابله للاشتقاق في اكس 0 تساوي لنا 1.